النزاهة العراقية تصدر أوامر ضبط واستدعاء بحق 60 نائبا ومسؤولا حاليا وسابقا بتهم الفساد. محتجون يقتحمون جمعية المصارف اللبنانية بالتزامن مع فتح البنوك أبوابها. قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري في تاريخها. الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة، 12 بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأخبار. أهلا بكم. أعلنت هيئة النزاهة في العراق صدور 60 أمر ضبط واستدعاء بحق نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وإهدار مال عام. شملت أوامر الضبط 5 نواب في البرلمان ووزيرا حاليا ووزيرين سابقين و38 مسؤولا في المجالس المحافظين. يأتي ذلك في وقت اتسعت دائرة الاحتجاجات ضد الفساد وسوء الخدمات في بغداد والمدن العراقية. اقتحم عدد من المحتجين مبنى جمعية المصارف اللبنانية بالعاصمة بيروت، وسعت قوات الأمن إلى إقناع المحتجين بفتح مبنى جمعية المصارف. كانت البنوك في لبنان قد فتحت أبوابها أمام المتعاملين بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب أزمة اقتصادية وتصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد. هذا واصطف عشرات المواطنون أمام المصارف من أجل إتمام معاملاتهم بعد أسبوعين من الإغلاق المتواصل. خرج آلاف الجزائريين إلى الشوارع في مظاهرات الحراك للأسبوع 37، وذلك لرفض إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 من ديسمبر المقبل. شهدت المدن الجزائرية احتجاجات حاشدة رفضا لإمكانية ترشح رموز النظام السابق في الانتخابات. وتأتي مظاهرات اليوم بالتزامن مع ذكرى ثورة التحرير التي أنهت الاستعمار الفرنسي في الأول من شهر نوفمبر لعام 1954. وصف صلاح الدين ديمرتاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض، وصف عدوان أنقرة على شمال سوريا بالعمل الحربي. وألقى ديمرتاش في تصريحات من محبسه باللوم على بعض قوى المعارضة لدعمها ذلك العدوان، مؤكدا أنه سيأتي يوم ويعرف فيه نظام أردوغان وبعض المعارضة من هم الأكراد. أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة حققت أعلى إيراد شهري في تاريخها وكذلك أكبر حمولة صافية شهرية خلال أكتوبر الماضي. هذا وأوضح الفريق ربيع أن قناة السويس حققت 515.1 مليون دولار الشهر الماضي وحمولة صافية قدرها 108.9 مليون طن، مضيفا أن حركة الملاحة بالقناة شهدت عبور 1790 سفينة في الاتجاهين وبفارق 133 سفينة عن الفترة نفسها العام الماضي. هذا وبلغت إجمالية الحمولات الصافية 108.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 5.7% عن الفترة نفسها من العام الماضي. ختام الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.